يسأل عن صوم أو إلزام الطفل الذي لم يبلغ، ما حكم ذلك؟ هو الإلزام ما ينبغي، لكن إنما الترغيب، ترغيبه وتدريبه على الصوم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهون ويربون أبناءهم أو أولادهم، سواء كان الولد من ذكر أو أنثى، يربونهم على الصيام. وكانوا كذلك يعني يصنعون لهم من العهن اللعب على أساس أنهم يشغلون بها في آخر النهار حينما يحسون بالجوع، يشغلونهم بذلك حتى يعني حتى تتم نتيجة التدريب على الصوم، فيستحب. لكن الإلزام، والحال أنه لم يكلف، فعلى كل حال يعني لا يلزم.